اعملي حسابك الصيف الجاي هنلف مصر كلها وهقدمك للسين كله. يعني احنا لسه هنستنى الصيف عشان نبدا شغل؟ لا لا لا، it's a very long process. اللي انا حطيته لك في دماغي حاجه تانية خالص، محتاجين نشتغل عليه واحده واحده. يعني هنبتدي الاول بستايلك ونوع المزيكا اللي بتقدميها. الفتره اللي جايه محتاجينك تفضي تماما. هل انت عندك التزامات الفتره اللي جايه دي؟ لا ما عنديش، انا جاهز. عظيم. تحب نتقابل امتى عشان نناقش بنود العقد؟ عقد على طول كده يعني؟ طب مش لما نتقابل ونتكلم الاول؟ بصي انا متابعك بقالي فتره كبيره، والحفله الاخيره انت ما طلعتيش على الستيج وما شفتكيش مع الجمهور. بس انا حاسس ان انا وانت هنعمل حاجه كويسه قوي مع بعض. هل انت ملتزمه مع حد بحاجه؟ شامل مثلا؟ لا انا مش مرتبطه بحاجه مع حد يعني، بس في كلام مع شامل ومع ناس تانية كتير قوي غيره. بس اقول لك حاجه، انت قوي. طيب جميل، اوعدك يا ستي ان شروط العقد تبقى منصفه ليكي وليا. تحب نتقابل بكره عشان نناقش الموضوع ده؟ وماله، ماشي. وعلى كده بقى السفر امتى؟ قال لي ان احنا هنسافر في الصيف، بس برضه قال لي ان احنا ممكن نسافر قبلها نظبط شويه حاجات. اللي انا فهمته من كلامه ان هو عايز نفضل معاه طول الوقت، يعني مش هينفع اشتغل براه. مش انت يا بنت كنت رستقتي شغلك وحالك مع شامل؟ اه، بس قلت له لو جالي شغل براك هطلع، وهو جالي الحمد لله. يبقى يخلي بقى السنيوره بتاعته تنفع. ده لو فضلت معاه من اساسه. ليه؟ هي ناويه تسيبه هي الاخرى؟ سمعت طرطش كلام من سيف، فهمت منها ان هي لقيت سكتها في الحفله اياها، شكلها كده كانت حفله تساعد على الناس كلها الا الموكوس. وانت بقى ما تسيبي الشغل مع شامل، هينفع تفضلي قاعده في الشقه دي؟ مش عارف، بس اكيد يعني لو اشتغلت مع سيف هبقى عايزه انقل في مطرح تاني، مطرح احلى. مطرح حلو اللي هو فين يعني؟ هدبر نفسي كده في الاول، هقعد في حته على قد الحال لحد ما ربنا يفرجها عليا ويكرمني، وبعدين ابقى انقل في شقه احسن. هي لقيت شبت، رحت السخنه، رحت الساحل، رحت السلوم، هاخدك انت ورايحين معايا، رجلك على رجلي مش هسيبها. لا سخنه ايه وسلوم ايه؟ مش يعني علشان انا متخانقه مع ماهر ولا عندي مشكله معاه هقدر بقى اتنطط هنا وهنا من غير اذنه يعني؟ ما ينفعش. شيل شام، هنبقى نشوف لك صرفه ساعتها. مش هنرجع. لو انت فاكره ان انا شايله هم انا؟ يا بنت انا شايله همك انت. قلبي حاسس ان الواتساب ده هيصدق في كلامه معايا، وهينقل من النقله التانيه، النقله اللي تخليني استغنى عن شامل وقرفه وشقته واي حاجه تجيلي من ورا. عارفه يا بنتي عزه؟ طول عمري كده كنت بقعد ادعي ربنا اقول يا رب يا رب يبقى عندي ربع اللي عند البنت عزه دي. وكتاب الله بتكلم يعني على الغنى وجرأتك وكده. وبعدين يا بنت اما اقعد افكر اقول يا لهوي، لا الحمد لله دي طلعت نيل اكتر مني. ايه يا بنت ده؟ المصحف الشريف اللي بعمله ده عشان اركز في نفسي وفي مستقبلي، وشامل يبقى اخر وكسه اقع فيها في حياتي. ومين قال لك بقى ان سيف مش وكسه؟ لا سيف عايز مني شغله بس. حاسه ان سيف عايز مني وقفتي على المسرح، طلتي صوتي، عايز يعمل مني نجمة بجد. طب ما انت كنت بتقولي كده على الشملول برضو في الاول، ولا مش فاكرة؟ وبعدين ما هو ممكن يكون عايز طلتك وصوتك في الاول، وبعد كده يكون عايز حاجات تانية. انا مش عايزاكي تخسري شامل والشقة وشغلك عشان حفلة ولا حفلتين. طب ما تيجي معايا. لا لا اجي معاكي فين؟ انا ايش فاهمني في شغلك ولا ليه دخل بيه اصلا؟ والنبي يا وردة لا تيجي، انت طول عمرك بتفهمي في الناس وتعرف تقريهم اكتر مني. تعالي اقعدي معاه واتكلمي وشوفي، وبعدين نبقى نشوف نعمل ايه. لو كتاب الله ما ينفع. طب اقدر ان انا وافقت اجي معاكي، هسيب الواد رحيم فين؟ ولا اخده معايا هو وراه؟ يا اختي مش هنغلب في صراحي. اقول لك حاجه، نسيبه مع منال اخت الصنباطي، عندها عيال قده في السن وبيحبوا الكوره زيه برضك، او يلعب معاهم شويه ويتسلى. عارفه يا بنتي يا ورد، انا ربنا كرمني وخطط الخطوه دي، انا هتنقل في حته تانيه خالص، انا وانتي والاخت رحيم، وانا مش هيبقى لي غيركم في الدنيا كلها. يا اختي على جمال وداني. يونس